قف واحد قال لي ما كده عيون بينه وقال سنين وقال لي ما كوه هذلي أما السمائي أما عقيدة كفرية آمني كسر قال سنين عدة كده عدا التكفيرين يا ما قال سنين بل هم يكفرون بغير مكفر التوحيد كي قال سيان وحير هذا وهابيض وكفار قارب ضرية كبير ده ما حيكون قالوا به وحيكون قالوا به إنه مش شيء إلا وحيا بقى كاذيبة وبير أبورة إن الشيء قال يعني وحين ويدين إنه كور رمع قفك مركة ورم مسلمة ها السنة مو سجودة وحوران إنسان مسلم مرة الضوء ها عيدة إلى عائل وما قال سينك قفك قال سي أنا وخارج يا ما وهابي لما ورك روحه يا الله قال سين باب دنو أبواب تدين تكمل ده يحكام بدنا وطايا حرميس عياد وقع العليان ولو إن كان خرافات كي شركة قد وضع ضد مسلمين وشهادنا يا تكفيرين لا نحن لا نكفر مسلما نحن مسلم مقا على السنة نقف إسلام نمدي سايباق وطي مقا على السنة لا نكفر إلا موقع في مكفرين قف واحد قال لي ما كل عيون بينه وقا على السنة وقال لي ما كو هضلي أما السمائي أما عقيدة كفرية آمني كسير قا على السنة لكن مسلم سليم من موجبات الكفر مسلم كمرا وحيابه مركا قال يسين تصابت وها قال لي ماكو بحكومين مسألة النوع عاسينا مسألة أن لقارنا هاي معها وإيقو بدي واحد تيري مسائل بدن وعدة كل عذاء التكفيرين يا ماي قال يسينين بل هم يكفرون بغير مكفر التوحيد كي قال يسيان وحير هذا وهابيض وكفار قارب ضرية كبيرة ده ما حيكون قالوا به وحيكون قالوا به إنه مش شيء يعني إلا وحيا بقى كاذيبة وبير أبورة إن الشيء قال مو يعني وحين ويدين إنه كور رمع قف كم مركة ورا مسلمة ها السنة مو سجودة ما ورانا إنسان الصقو السلام كاو سجودة يا أيوة هذا أنا ولي مسلم سيح كور رمع قف كم أشهادنا يا مسلمة ها إلهي عاية ما حكم بعد سب الله وحوران إنسان مسلم مرة الضوء ها عيدة إلى عائل وما قال يسين كرم قفه قال يسي أنا وخارج يا ما ووهابي كالنبي قعاك ورمع عليه الصلاة والسلام أما كالدين تإسلام كعايا ما حكمه حكم كي سمحون غنية إسلام كوحا كتيرا وكتاب كي السنة لقوشة علمنا كتب تكو قرين وحيابا قفك مسلم أها هدو كوها الله ودين تكبحي أما هدو السماية والدين تكبحي أما هدو اعتقاد الدين تكبحي باب حكم المرتد أي فقاد كقهد الله حيابا آدو التربضا ابن عبد الوهاب نواقد الإسلام كتاب كقريبا لا طبان كا كتاب كا كيال إيو طبانان كلا كتب تفقي شافعية إيو حنفية دي كيال وغفك مسلم كا هادو لي ما هادو أي ليه وقالو بي ويرتد قفكي مسلم كاها هدان ودين تبكى بحكرين ودين تو الباب لقى صوت قلون اي لذا من لقى بحبار الهين باب حكم المرتد حديث الردد كسار ورتوام انه بيقول من بدل الدين وفقتلوه يعني الدليل هين قفكي صدو مركة ورا مسلم هين وقالوا بكرا مركة حجاها كان لقال ان قف مسلم هين تريبا لقالي سيئو ارنت نوع عاصة ايا خلضة لكن واحد كدو ادى وحن لقو قالي سيئ مي هاي وحن لقو قالي سنكر طريقة العلم قواتها واحد ترى هذا والغفق يصدق المسلم هان ترى وقالوا بكرا والشرك يقولوا قالوا بها وارتق انت تقريري كذب قف كان خصم قال لدو ذي سو يصدق واحد وحكو التكفيرين يلا اك وده أهل التوحيد كبا علماء الدعوة السلفية قالوا واحد تكفيرين ايه تكفير كو ديدين صمع واحد كوين كريانون وحبات تكفيرين سان لا تكفرون بغير مكفر بيلين وحان الشريعات وكالين وحل قوك قالوا وحكو قال يسين إسلام بيلين تاسي كدوديا لكن قاعدة قود مدة شسانة يانو حريتان كباب كالتكفير الباب التكفير لا يمكن إغلاقه لا ما حريكره لكن لابد أن يكون بحق وحل قوك تكفيره ونغضه بما كفر الله به أو رسوله وحن نص عدل الله إيوه من كتاب أو سنة أو إجماع وأين نغضه لما وركروا حريا الله قال يسين باب دون أبواب الدين تكمل ذي أحكام بدنا وطايا حرميسا وباب حويان حكم الردة والنصوص تركعت قرآنا وحديثا كتبت وحويان فقه جناح علماته
يكون تأصيليان أو يكون تقريريان.